ألف مبروك. الله يبارك فيك. يا ترى السنة المولودة إيه؟ في الحقيقة إحنا لسه ما فكرناش. إيه رأيك يا كريم؟ الاسم اللي تختاره يا حبيبي. إيه رأيكم يا جماعة؟ لا أنتوا اللي تختاروا، إحنا مالناش دعوة. مالناش دعوة ده إيه؟ تستنى على اسم ستها. ستها؟ أيوة ستها، ولا وحش اسم ستها. نصبة؟ نصبة؟ لا طبعا. نعم يا أخويا. لا ده إيه؟ وانت مالك ومن الحاجات دي؟ مال يعني ايه؟ الله، دي بنتي. طب ما هي برضه بنت بنتي يا ماما. يا جماعه يا جماعه وحيد الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. انا قلت كلمه هي الكلمه، وانا بقى مش عايز اسمي بنتي نظره. سمع يا كريمه، جوزك بيستعر من اسم امك يا ماما. سليم مش قصده. لا لا قصدي انا يا كريمه، انا استحملتها كتير قوي. بس بقى طب ما تختار انت اسم وتخلصينا من المنطقه دي. انا مش فايقه الاسامي دلوقتي يا بابا. طب انا عندي حل يبني الطرفين. ايه رايكم نسمي البنت ناني وندلعها ونقول لها هي نظمه؟ يعني خلاص اخترت الاسم؟ لا، دي بنتي بقى ولا حر فيها، اسميها زي ما انا عايز، هسميها نعم. انت يا بنتي ما تبعديش زغرت في البلد، ده قعدوا يزغرطوا ولا بتوع الانتخابات. ايه يا ابويا، ايه انا لازم بقى اخش الدار دي بقف مع زغرتك اولا، والا مالاش داخله يبقى كان وحش يا ابويا. امي قالت لي كده ومش داخله بقى. مش كمل اولها؟ خليك في الشارع. طب اجيب منين دي بقى حد يزغرط لي؟ هو انت بقى اللي هتعمل فضايح دلوقتي؟ يعني اللي هتزغرط وتجيب لي حد يزغرط؟ الكلام ده برضه يا سعد الرحيم ده كلام. طب خلاص خلاص زغرطي بس بالراحه عشان السكان احسن يضربوني. ده الجهاز معلش. ايه اللي بتفوت يا رب؟ الجهاز اللي واحده بتظبط. ايه ده ده ايه؟ صغيرين. بدنا اللي بتعملي دي؟ ايه يا اخويا بتزعق كده في جلالك؟ يهلا مؤاخذة زين؟ انت الاول. ايه؟ اول ايه وتاني ايه؟ يا عبد الرحيم اسمعي، في شويه مراحل لازم اقول لك عليها وتنفذيها. عينيا يا اخو. طبعا انت عارفه مركزي الاجتماعي وبشتغل ايه؟ اسم الله عليك، فوق قد الدنيا. فوق قد الدنيا؟ ماشي. في عيال بيجوني. عيال؟ تلامذة. ايه اليوم ده بقى؟ بديهم دروس خصوصي هنا في الشقة. ومالهم يا اخويا؟ في عيال بيجوا من الساعة 4، وعيال بيجوا من الساعة 6، وعيال بيجوا من الساعة 8، وآخر دفعة الساعة 10. من 4 ل 10؟ أيوة. لو جت دفعة قبل دفعة وأكون أنا شغال مع العيال اللي قبلهم، أنا هدي لك واجبات تديهم للعيال دول يشتغلوا فيها لغاية ما أخلص الدفعة اللي قبلها. ايوه. كل يوم؟ كل يوم. من 4 ل 10 كل يوم. والإجازات الرسمية. كمان. والعطلات الصيفية. وجميع الاجازات انا